بكم عندي فاطمة زهراء مقراني، كنت مدينة قرسيف، عمري 24 عام، فنانة تشكيلية وطالبة جامعية تخصص جامعي جغرافية. مدينة تازة بكلية متعددة التخصصات بمدينة تازة شعبة جغرافية السنة الثالثة. بالنسبة للفنون التشكيلية أنا مع عمري ما قريت شي مدرسة، بديت كنرسم وأنا صغيرة، كنتعلم بوحدي. كان الفنان العالمي عبد القادر البشير كيعاوني بزاف، كيشجعني بزاف. كانت عندي مشاركات مع الفنان العالمي عبد القادر البشير عدة معارض، ومنهم المهرجان الثقافي ديال حفل كريم مريم أمجون ومعرض في مدينة السعيدية. كلشي التفات للفنانين في مدينة قرسيف ويعطيو شوية ديال القيمة للفنانة، ويكون شي ملجأ للفنانة اللي يطوروا فيه القدرات ديالهم في الشرق بصفة عامة، حيت في هاد الجهة ما كاينش بزاف ديال الاهتمامات بميدان الفن والفن التشكيلي. خططت ندير واحد معرض اللوحات ديالي في المدينة ديالي، مدينة جرسيف، ان شاء الله قريب غيكون شي معرض. كنتمنى الحضور في المعرض ديالي يكون مكثف، يكون شي التفات للفنانين في مدينة جرسيف علاش لا نقدروا نخرجوا هذا الفن ديالنا للشارع. وإلا كانت شي مبادرة عند الناس اللي مكلفين بجرسيف، يكون شي مبادرة من عندهم باش أننا تحنا نخرجوا الفن ديالنا للشارع ومنها نزينوا المدينة ديالنا تحنايا. عندي مؤسسة خاصة ديالي أنني نعاون التلاميذ اللي عندهم موهبة ديال الرسم يطوروا الفن ديالهم من القدام، وإن شاء الله كنتمنى ندير شي مدرسة خاصة بيا في مدينة قرسيف ديال الفن التشكيلي. الفنان عبد القادر البشير الشكر والامتنان ديالي ليه، انه كيشجعني بزاف وكيوقف معايا بزاف بزاف. هذا الامل ديال اللي دارت لي شهره في الانستغرام بحال بورتريات ديال الفنانه اللي مشهورين بحال الفنانه دريس الروخ والفنان بوسالم ياسمين الرايز أمرابط اللاعب ديال الكره أمرابط، وكانوا ديجا تلقاو بالبورتري ديالهم وعجبهم بزاف وتواصلوا معايا الاخر. كنفكر نبيع اللوحات ديالي، ان شاء الله غادي ندير معرض ديالي وان شاء الله غادي نبيعهم. ندير شي مبادرة بحال الفنان عبد القادر البشير اللي دارها في مدينة توريف، نديرها حتى أنا علاش لا في مدينتي. كنتمنى من المسؤولين يعاونوني في هذه المبادرة، وأنا الباب ديالي مفتوح في أي وقت. وكنشكر جريدة قرسيف زون على الحضور ديالها، وشكرا بزاف ومرحبا بكم.